مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم برنامج ديوان الصحافه اللي راح ناخذكم باذن الله تعالى بجوله لنطالع معكم ونشاهد ونتابع ابرز واهم اخبار جرايدنا وصحفنا المحليه. اليوم مشاهدينا الكرام صحفنا المحليه الصادره اليوم لها، طالعتنا لا زالت طبعا تركيزها الرئيسي على موضوع الحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 والحديث يبدو حول هذا الموضوع سيطول وسيطول وسيطول ويمكن يتعدى حتى رمضان بإذن الله تعالى إلى شهر 9 القادم ونحن حول هذه الدوامة اليوم مشاهدينا الكرام كل الصحف تتحدث حول هذا الموضوع وبالذات موضوع طبعا عوده رئيس مجلس الامه جاسم الخرافي من لندن اليوم ومقابله لسمو الامير يوم الاثنين باذن الله تعالى هذا الموضوع مشاهدي الكرام قد يبدو هو يعني حل للمشكله الدستوريه التي واقع بها البلد خصوصا ان حكم المحكمه الدستوريه كانه يشير الى يعني فرض ان يعقد مجلس 2009 جلساته وبالتالي هذا المجلس إذا كان راح ينعقد يجب أن الخرافي يوجه الدعوات لكن هناك معضلة أخرى باستقالة النواب وإن كان العدد لحد الآن لم يصل إلى يعني تعطيل لأن هناك تقريبا 28 نائب قدموا استقالاتهم لكن هناك تقريبا 22 نائب مع 14 وزير وبالتالي يكون هناك نصاب وهو 33 حضور 33 سواء من الوزراء والنواب وبالتالي لحد الآن هناك تقريبا في نصاب وإن كان يعني البعض يرى بان كما تقول طبعا الصحف المحليه ان حتى رئيس مجلس جاسم الخرافي لديه تحفظات اذا كان الهدف من يعني رجوعه ان يعني يحضر جلسه وبالتالي اليوم الثاني يحل المجلس يبدو ان هناك رفض من الخرافي وكثير من النواب اللي نوعا ما يعني مؤيدين لعوده مجلس 2009 لكن يريدون ان يستمر المجلس الى تقريبا يعني على الاقل بعد اقرار الميزانيات ومن ثم يحل هذا الشرط يمكن مشاهدي الكرام الان اوقع الحكومه في تقريبا في مشكله كبيرة جدا، الأغلبية تتهم الحكومة، والحكومة تقول نحن الآن في إشكال قانوني ولدينا يجب أن لا نستعجل ونريد أن يكون الحل على نار هادئة، وبالتالي أغلب صحفنا المحلية اليوم مركزة يعني مقابلات تصريحات خاصة مع وزير الإعلام اللي أكد بأن الحكومة لن تستعجل وأنا لن تقوم بتعديل الدوائر كما ذكرت اليوم غير صحيفة من صحفنا المحلية. مشاهدينا الكرام موضوع المجلس والتحليلات والتأويلات والتوقعات حول المجلس 2009 وكيف ينعقد وكيف يحل المجلس كل هذا اليوم لا زالت الصحف المحلية مليئة بالعناوين والأخبار اللي تتعلق بهذا الأمر لكن اللي ذكرت لكم قد يكون هو الأبرز اللي هو عودة طبعا جاسم الخرافي ومقابلته مع سمو الأمير ويمكن أن يكون هناك حل لهذا الأمر والحكومة لا زالت تدرس الأمر عموما لحد الآن لم يصل يعني حكم المحكمة إلى يعني وزارة الإعلام حتى ينزل في جريده الكويت اليوم لكن يبدو ان اليوم هو اليوم النهائي اللي راح يصدر باذن الله تعالى عموما هذا الموضوع مشاهدي الكرام اليوم تقريبا هو لا شك ان الحديث الابرز لجميع صحفنا المحليه هناك طبعا موضوع اليوم اهتمت فيه اكثر من صحيفه يتعلق بنزول وهبوط كبير لاسعار النفط اللي وصل من تقريبا من 120 الى 87 دولار وبالتالي هذا الامر اليوم القبس النهار اكثر من صحيفه مركزه على الموضوع وهناك مقابلات مع وزير الماليه السابق مصطفى الشمالي اللي يهدد بان قد يكون هناك يعني ازمه ماليه وبالتالي قد تنتهي موضوع طبعا ارتفاع الميزانيه في السنوات الماضيه ويبدا موضوع التقشف كما تقول صحفنا المحليه، هذا من المواضيع الرئيسيه اليوم اكثر من صحيفه ركزت عليه. مشاهدينا الكرام، هذا باختصار لاهم اخبار وجرائدنا وصحفنا الصادره ليوم الاحد، خلونا الان مشاهدينا الكرام ناخذكم بجوله بابرز وهم عناوين صحفنا ونبدا كالعاده بصحيفه الشاهد ليوم الاحد. عنوان الشاهد اليوم مشاهدينا الكرام هي افتتاحيه بقلم رئيس التحرير العميل رقم واحد للحكومه احمد السعدون هذا هو عنونت به جديده الشاهد خلينا نشوف بقيه العناوين مشاهدينا الكرام ورطها بمرسوم خطا والان يحاسبها على ذلك مع انها فعلت كل البدع لتاتي به رئيسا وتقصي جاسم الخرافي عنوان اخر الرئيس الخرافي يصل اليوم ويلتقي القياده غدا يتباحث مع النواب لايجاد مخرج للازمه التي تشهدها البلاد تيار اسلامي يرفض النزول للشارع واستنكار شعبي لانقلاب الاغلبيه على الدستور، الناخبون هددوهم بالحرمان من اصواتهم. الجنح المستانفه تقضي بعدم النطق بالعقاب وثلاثه اشهر حسن سير وسلوك على البراك في اول قضيه يرفعها المحمد ضد نائب. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريده الشاهد. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى جريدة النهار، والنهار اليوم من الصحف القلائل اللي ركزت على هبوط أسعار النفط إلى تقريبا 87 دولار دولار ورأت به بأنه يعني وضع خطير جدا بالنسبة لميزانية الدولة. هبوط النفط ينذر بكارثة مالية كما تقول، وطبعا التصريحات هذه منسوبة إلى وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، نشوف بقية العناوين. سجل 87 دولارا للبرميل متدنيا لأسوأ سعر منذ عام ونصف العام الشمالي للنهار وقع ما حذرنا منه وسنأكل من اللحم الحي خبراء الكويت ستتعرض إلى عجز في الميزانية يتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمية عبد الصمد هبوط الأسعار عن سعر التعادل سيضطرنا إلى الاستعارة من الاحتياطي العام والعميري يجب التقشف المصروفات وترشيد الانفاق ولا تسلق الميزانيات والشال سوق النفط سيبقى ضعيفا خلال ما تبقى من العام الحالي عنوان آخر الحكومة للأغلبية احترموا الدستور الشعبي حدث يطالبان برئيس وزراء شعبي وإمارة دستورية حتى لو أدى ذلك إلى عدم استقرار سياسي وزير لأحد أعضاء الأغلبية ما تطالبون به بمثابة حل غير دستوري وحركة شبابية لإعادة الأغلبية ومرشحون ونواب سابقون يقاضون الحكومة ويطالبون بالتعويض أبو رمية لوزير الداخلية اضبط الجويهل قبل هروبه هذه مشاهدين الأعزاء كانت عناوين وأخبار جريدة النهار نذهب مشاهدينا الكرام إلى جريدة الصباح ونشوف عناوين الصباح اللي ركزت طبعا على موضوع الأغلبية ومطالبات الأغلبية التي رأت بها النهار بأنها مخالفة للقانون والدستور النهار عنونت المتاجرون بالديمقراطية يسعون لهدم صرح القضاء هذا العنوان الرئيس عفوا للصباح طبعا جريدة الصباح نشوف بقية عناوين الصباح مصادر سياسيه وقانونيه حذرت مما يحدث الان واكدت ان عوده الخرافي المرتقبه اليوم تفتح الطريق لتجاوز الازمه. المحكمه الدستوريه اعلى سلطه قضائيه في الدوله والمساس بها جريمه تهدد باضعاف كل المؤسسات. تصفيه الحسابات نهج لا تزال اغلبيه مجلس 2012 تواصله حتى وهي خارج البرلمان خلال اجتماعات ولقاءات الدواوين. حكم الدستوريه يتطلب تعاون كل اطراف لتجاوز مازق التصادم مع نصوص الدستور وحمايه استقرار البلد. عنوان اخر في الصباح العبد الله للصباح الاعلام تتسلم حكم الدستوريه اليوم واللجنه الوزاريه المكلفه بتنفيذ الحكم تجتمع غدا لوضع الخطوات المطلوبه. نواب 2009 خطابات التهديد تخلق حاله من الفوضى والتعاون مطلوب لتجاوز الازمه الراهنه. مصادر رياضيه للصباح عدم التعاون يعجل بحل الانديه. 1770 بدون عدلوا اوضاعهم والاشغال انجاز 27% من مبنى القصر والداخليه 8000 مخالفه مروريه خلال يومين. هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة الصباح ننتقل إلى جريدة الوسط والوسط اليوم تتنبأ بأن الانتخابات ستكون تقريبا في شهر 11 يعني وهذا الأمر مشاهدي الكرام يعني قبل كم يوم كانت النهار تقول بأن انتخابات شهر 9 والآن الوسط تقول شهر 11 ويبدو المسألة مطولة ويبدو الأمور يعني الرؤية غير واضحة وبالتالي التحليلات تتضارب وكل الاحتمالات مشاهدي الكرام متوقعة وواردة الانتخابات في نوفمبر على ذمة الوسط الاخرافي يدعو مجلس 2009 للانعقاد ومرسوم الحل نهاية أغسطس البراك يحذر المبارك من القسم أمام مجلس القبيضة ويطالبه باصدار مرسوم الحل فورا. استقاله المويزري لم تقبل، الحكومه ليس بحاجه للمحلل. ونتائج الثانويه العامه الاربعاء المقبل وافتتاحيه الوسط المبارك الضحيه كما تقول. هذه مشاهدينا الاعزاء كانت عناوين جريده الوسط. ننتقل معكم مشاهدينا الاعزاء الى جريده الانباء والانباء يعني تقريبا مشابهه لاكثر من صحيفه من صحفنا المحليه ترى بان اللجنه الوزاريه ستنعقد وستحاول أن تضع الحلول ولكن دون استعجال وبنار هادئة كما وصفته أكثر من صحيفة وبالتالي قد يكون خبر الوسط صحيح حينما ذكرت بين انتخابات شهر داعش وأن المجلس سيستمر إلى نهاية شهر ثمانية هذه الأمور قد تكون والدليل تصريحات اليوم اللجنة الوزارية والوزراء والحكومة الميحاتة بأنها لن تستعجل لأنها لا تريد أن تدخل في إشكال قانوني وبالتالي عدم الاستعجال قد يؤدي انها تحتاج شهر او شهرين ويستمر مجلس 2009 لنهايه ثمانية وحتى ان يقر يقر الميزانية ومن ثم يتم الحل وتكون الانتخابات في شهر 11 يعني تقريبا هذا احتمال وارد جدا ومنطقي. عموما عنوان الانباء الوزارية تعد تصورات لمعالجة الازمة. هذا عنوان رئيسي لجريدة الانباء. العدل تسلم الإعلام حكم الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 اليوم لنشره في الجريدة الرسمية ومثلنا الرفاعي بدء تقديم طلبات التحاق بالجامعة أول يوليو وإعلان نتائج 21 والدراسة 9 سبتمبر المقبل هاي تقريبا مشاهدينا الكرام هي عناوين جريدة الأنباء ننتقل إلى جريدة أخرى من صحفنا المحلية ومعنا جريدة السياسة والسياسة يعني كذلك لا تخرج عن بقية صحفنا المحلية وعنوانها يقول آخر العلاج الكي كما ترى جريدة السياسة خلونا نشوف ماذا وراء هذا العنوان الإخرافي يعود اليوم ويلتقي سمو الأمير غداً للبحث عن مخارج الازمه. العقده المركبه تتقذى على كم هائل من الخلافات بين معارضه جشعه وموالاه سئمه الجحود. المعتدلون نالوا جزاس مار ولن يوقعوا شيكا على بياض وشعارهم كيف اعاودك وهذا اثر فاسك. تسونامي المحكمه الدستوريه اربك خطط الساعين لاختطاف البلد نحو الهاوية القرارات الحاسمة تحتاج عزائم قوية فالأيدي المرتعشة لا تقوى على البناء وصناعة التاريخ رموز التاريخ تغمز الآن إلى مخصصات مسند الإمارة وكأن الأسرة جاءت من كوستاريكا عنوان آخر البلدي يخصص 288 كيلومتر للمدن والمشاريع السكنيه غدا عبد الرحمن العوضي المطالبون بتعديل الدستور يريدون الاستيلاء على الحكم هذه مشاهدينا كانت عناوين جريده السياسه مشاهدينا الاعزاء خلونا نذهب معكم ونقرا افتتاحيه جريده الشاهد اليوم الاحد بقلم رئيس التحرير الشيخ صباح المحمد نشوف الافتتاحيه وتفاصيلها تحت عنوان العميل رقم واحد للحكومه احمد السعدون الافتتاحيه تقول في تحليل للمتناقضات والتصريحات من جميع التكتلات والتجمعات نبدا بتعليق النائب مسلم البراك حين قال يجب محاسبه